أثار الدمار على مدينة اللطامي يوم السبت 4/8/2012. أثار القصف العشوائي على مدينة اللطامي. آثار القصف الهمجي على مدينة اللطامي. آثار القصف الهمجي يوم السبت 4/8/2012. آثار القصف الهمجي الذي قامت فيه عصابة بشار الأسد على مدينة اللطامي يوم السبت 4/8/2012. آثار الدمار الذي خلفته آلة الأسد المدمرة في مدينة اللطامنة. قصف عشوائي في مدفعية الدبابات. قصف على مدينة اللطامنة. هذه الأضرار التي خلفتها آلة الأسد المدمرة يوم السبت 4/8/2012. عصابات بشار الأسد. الله أكبر عليك يا بشار. عصابات بشار الأسد. الله أكبر على كل من